عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله كما تشوفوا مش نشوفوا طريقة تصبير الثوم. تصبير الثوم معناها بالتجفيف وبالتمليح، مش نشوفوا زوز طرق. بما أنه توا موسم الثوم ما شاء الله رابخ وبكميات كبيرة وأسوامه معقولة، كيفاش نجمو نخبيو الثوم؟ مش نشوفوا زوز طرق للاحتفاظ بالثوم ونقعدوا على الأقل 6 شهور ولا أكثر ما نشريوش الثوم. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة كان ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وتوايا لنبدأ. أول طريقة مش نبدأ بها هي طريقة تجفيف الثوم. كيفاش نجفوا الثوم؟ ناخذوا كمية من الثوم ونحطوها في صحفة بالماء ونبدأ نقشروا. بعد ما نقشروها باش نقصوها شرائح، يلزم نقصوا الثوم شرائح باش في سامي يشيح كبدة رهيف في سامي يشيح لنا. هذه طريقة أولى، أن نقصوا الثوم بالسكينة كيكا شرائح. وعندي طريقة ثانية اللي هي بالماكينة، هذه اللي عنده الماكينة ينجم تستعمل الماكينة، أسهل في ساعة تقص وتساعدنا معناها. كما تشوفوا نحط الثوم اللي عندي في وسط الماكينة ونرحي، تخرجهم لي شرائح في ساعة في ساعة بسهولة تامة تكملهم لي. شوفوا ما شاء الله يطلعوا شرائح، لا يتغفزوا لحتى شيء. شوف كيفاش شرائح محليهم مقصوصين بالكدي بالكدي. شوفوا ما شاء الله يتقصوا شرائح، لا يتغفزوا ولا حتى شيء، شرائح جويدين باش في ساعة يشيحونا. بعد ما نكمل رحيان كمية الثوم اللي عندي، ناخذ طبق ونفرشوه ببابي كويسون من الأحسن، ونحطو فيه كمية الثوم ونحلوه، حلوه رهيف من الأحسن باش في ساعة يشيح، ونحطوه في الشمس 3 أيام مع الدنيا سخونة يشيح. قدرة ربي 3 أيام يكون حاضر. الطريقة الثانية في تصبير الثوم اللي هي التمليح. تمليح الثوم يعني كما نملح الزيتون وكما نملح الفلفل والمملحات الكل. ناخذوا دبوسة بلار كبيرة ونعبيها بالثوم. أني الحقيقة هذه أول مرة مش نجربها، لكن بقدرة ربي متأكدة اللي هي تنجح. شفتها في قناة من أذربيجان يصبروا، وقناة أخرى تركية يصبروا الثوم بالطريقة هذه، يحطوه في دبابس بلار ويحطوا عليه الماء والملح ويخليوه، وبعد يبدأوا يجبدوا ويستهلكوا، معناتها ياكلوها كيكة وإلا يحطوه في الماكلة ولا حاجة. علاش اني متاكده اللي هي بقدرة تربي باش تنجح؟ على خاطر اني كيف نملح الزيتون ولا كيف نملح الفلفل ولا حاجه، بطبيعتي ديما نحط الثوم في وسط الزيتون، لازم نحط راس ولا زوز روس ثوم في وسط الزيتون، وبعد كيف نجبد الزيتون نجبد معاه الثوم وناكله ويعجبني برشا ويقعد لبسنا عليه، يبدا بنين برشا، يبدا الثوم مملح ناكلوه كما الزيتون، معناتها يبدا فاوح برشا وبنين ويقعد لبسنا عليه، معناتها نجمو نستهلكوه وهو كيكا مملح وما شاء الله يقعد يصبر لباس عليه. توا باش ناخذ الماء اللي باش نملح به الثوم، ناخذ اناء غارق ونحط كميه من الملح. هذه طريقتي في قياس الملح، مخذيتها من عند أمي ربي يبارك لها في صحتها، وطريقة قديمة طريقة جدود. ناخذوا كمية من الماء ونحطوها في بانو ونحطوا لها الملح ونحركوا الملح باش يذوب في وسط الماء، ونقيسوه بالعظمة. كان العظمة قعدت لوطة معناتها تحت في اللوطة، معناتها راهو مازال ناقص ملح. كان العظمة طلعت الفوق تقريبا مقدار سنتي ولا سنتي ونص، الدائرة يعني تبدأ، راهو صفا معناتها اكتفى من الملح، مازالت نقصة ريف ممكن هكا صفا طلعت،
نزيد نحرك نذوب الملح اللي في قاع الصحفة، وتوا صافا يولي باهي الملح. نزيد نثبت كيفاش، شوفوا كيفاش العظمة طلعت الفوق، هذا يسمى حاضر، معناتها باش نملح بيه. ناخذ الدبوسة نتاعي ونعبيها بالماء والملح، كما نملحوا الزيتون كما نملحوا الفلفل نفس الطريقة، يعني نقيسوا الماء والملح بالعظمة، طريقة قديمة تقليدية الناس كل تقريبا تعرفها. نعبي الدبوسة نتاعي ونحط لك الشريحة متاع الليمون ونغطيها ونخبيها في مكان بارد ونخبيها، وتقعد بقدرة ربي معناتها مدة طويلة، ويقعد الثوم ما يفسدش لبسنا عليه، يقعد لباس. توا نرجعوا للثوم الشرائح اللي باش نشيحوه لنا بعد ما كملت قصيت كمية الثوم الكل. شوف ما شاء الله كمية وفيرة، وفي ساعة في ساعة تقصت لي، ونحطوها في الشمس لنا بعد نهارين من التجفيف. شوف كيفاش تقريبا شاحت، أماني زدتها نهار ثالث، قعدت ثلاثة أيام ودخلتها ثلاثة أيام بركة في الشمس، كيفاش ولا يتقرمش ويتكسر ما شاء الله، شيح بالقدي بالقدي. ناخذ الثوم المجفف متاعنا ونرحيوه، شوفوا كيفاش يترحى بسهولة تامة، وريحته ما شاء الله ريحته فاوحة بنينة، ريحته بنينة على الاخر. وكي نجيو نطيبو بيه نحطو شوية برا، ما نحطوش برشا على خاطر هو مجفف، معناتها مغرفة ثوم تنجم تعني نص راس ثوم ولا حاجة، معناتها مغرفة ثوم تعني كمية كبيرة معناتها من الثوم. نرحي بشوية بشوية، ونصيحة انكم ما ترحيوش الكل، ترحيو كونش بشوي بشوية مع الطرف اللي حاجتكم بها ترحيوها، والآخر يتخبى هكاك شرائح باش تقعد ريحته في وسطه، باش كل مرة ونجيو ترحيو تبدأ ريحته فاوحة. شوفوا ما شاء الله في سامي ترحى وريحته ما شاء الله فاوحة على الأخر. طريقة تجفيف الثوم طريقة اقتصادية وباهية برشا، برشا ناس ولاو يعتمدوها، سواء كان تجفيف الثوم ولا تجفيف البصل ولا تجفيف الطماطم، معناها حتى الطماطم زاد يجففوها ويرحيوها، باهية برشا الحقيقة، تخلينا نستحفظوا على الحاجة ونجم نخزنوا منها بكمية كبيرة. كما قلت لكم ما نرحيوش الكل، نرحيو بشوية بشوية، كيف يوفى المرحي هذاك نعاود نزيدو نرحيو باش تقعد ديما نكهتو فيه، باش تقعد ديما ريحته قويه وباهيه. الا يبقى لنا نحطو في دبوسه بالنار ونخبيوه، نسكروه مليح باش يقعد يتقرمش باش ما يذبلش، ونخبيوه بقدره ربي معناتها يقعد ديما باهي. ان شاء الله يكون الفيديو متاع اليوم فاتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعطيتكم برشا افكار معناها متاع الاستحفاظ بالثوم وتخزين الثوم. نستنى تفاعلكم وتشجيعكم ودعمكم، نتلقى ان شاء الله في فيديو قادم، الى اللقاء.